انا معاك طبعا. يمكن يا احمد كان معايا من يومين مثلا السكرتير العام بتاع نادي فيتا كلوب، وكان بيتكلم ان هم جم بدري جدا القاهره علشان ما يفوتوش ولا يوم للتدريب، وان هم فاهمين كويس قوي الخصم اللي بيواجهوه، فاهمين يعني ايه يواجهوا النادي الاهلي على ارضه في مصر في القاهره، فاهمين انه صعب قوي انك بتلعب مع بطل افريقيا في وقت زي ده، وان انت معاه في نفس المجموعه. كانوا بيتكلموا على انه الخساره في مباراتهم الاولى يا احمد هي غلطه منهم، وفاهمين كويس قوي الغلطه دي حصلت ليه، وان هم جايين يعوضوا الغلط ده، ويعني خلاص اشتغلوا على الفريق بشكل كبير علشان ما يكونش في اي مجال للخساره مره ثانيه او في مباراه تانية. فطبعا زي ما احنا عارفين الخصم وزي ما احنا فعلا ذاكرناه، هم مذاكرين كويس جدا، هم كمان عندهم الفرصة للتأهل وماسكين فيها كويس قوي، علشان كده احنا بنقول انه لازم ان شاء الله واثقين ان ده اللي هيحصل، ان احنا هنشوف من فريقنا عرض كبير وقوي يخلينا نشوف شخصية البطل من جديد مع النادي الاهلي في افريقيا، وده بيهمنا جدا في منافسات افريقيا، مع باذن الله النتيجة اللي لازم تريحنا قبل ما نلعب مباراة العودة ان شاء الله. ده اي بسيطة جدا جداً، وتتحرك الفرقه في طريقها لاستاد القاهره ان شاء الله اللي يشهد المواجهه الثالثه في تاريخ النادي الاهلي مع فيتا كلوب، وكل ما يتعلق بالمباراه وبالمواجهه، سواء كنا بنتكلم على ارقامنا حاضره، اخبارنا حاضره، نتائجنا حاضره، هنتكلم مع حضراتكم في كل التفاصيل بس بعد فاصل سريع، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه.